عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عاصم إمام في قناتكم إيه ماركتينج لوفرز. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم ناس كتير وبتدور عليه، موقع كورسات. الموقع دوت بيقدم لنا مجموعة كبيرة جدا من الكورسات المجانية الأونلاين، يعني أنت هتقدر تتعلم في مكانك ومش هيبقى قدامك اي عائق من العوائق اللي بتقابل ناس كتير قوي منها، العوائق المادية وبعد المكان والوقت. انت تقدر في مكانك تتابع كورسات محترمة جدا في مجالات كتير قوي من الموقع ده، واللي بيميز الموقع ده كمان انه باللغة العربية. طيب التصنيفات بتاعت الموقع، اولا قبل ما نتكلم عن التصنيفات، هو التسجيل في الموقع سهل جدا. هو انت اول ما تدخل على الموقع ممكن تسجل عن طريق الاكونت جوجل بلس بتاعك او عن طريق الفيسبوك. طيب التصنيفات بتاعت الموقع عندنا هنا 12 تصنيف، منهم البرمجة والتصميم واللغات وشبكات الحاسوب وامن المعلومات وقواعد البيانات وانظمة التشغيل وتطوير الويب والادارة وعلوم الحاسوب والعلوم والرياضيات. طبعا انت المجال اللي انت نفسك تتعلم فيه او تنمي مهاراتك فيه، علشان تقدر طبعا زي ما انتوا عارفين ان كل ما بتعرف حاجة جديدة النهاردة الشغل اتغير عن زمان، فانت لازم تتعلم خبرات حياتية جديدة وتبقى عندك سكيلز معينة في حاجات معينة تقدر تتعلم. هتتعلم لغة البي اتش بي او السي بلس بلس او الاتش تي ام ال، وهتلاقي سي اس اس، وهتلاقي فيه لغات برمجة كتير جدا. في عندنا في التصنيفات برضو قسم التصميم، ده للناس اللي بتحب الفوتوشوب بقى والاوتوكاد والناس المهتمة بموضوع الديزاين عامة. واللغات طبعا هتلاقي هنا اللغة الانجليزية والالمانية والفرنسية واللغة التركية والروسية، وهتلاقي حاجات كتير حتى امن المعلومات. الموقع كورسات يا جماعة بجد فعلا مليان بالكورسات المهمة جدا. غير كده ان انت الانستراكتور نفسه هتقدر تتواصل معاه وهتبقى على تواصل دائم بيه، وان شاء الله بإذن الله اتمنى ان فعلا تكونوا استفدتوا من المعلومة بتاعت الحلقة بتاعت النهاردة، واتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم شاركوا برضو أصدقائكم فيه، لأن الدل على الخير كفاعله. أتمنى لغيرك زي ما بتتمنى لنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.